غبي، قول لي بقى وديته الحاجات اللي سيقتوها فين؟ يلا. انا مش عارف حاجات ايه بالظبط اللي انت عمال تتكلم عنها دي. مفيش اي حاجه احنا مخبيينها، ومعرفش حتى بتتكلم عن ايه. احنا لو نعرف انت بتتكلم عن ايه هنقولك على طول. هو انت فرحان وانت بتعمل كده؟ انا فرحان، فرحان قوي كمان. عجبك ولا لا؟ بس احنا يا فندم زي الكتاب على طول مفتوح. بجد؟ انتوا تعبتوني قوي. بصوا يا مياني، انتوا ممكن يا شباب تكونوا زي ما بتقولوا كده كتاب مفتوح، بس انتوا سوقتوا اسم المنطقة، وكمان انتوا عكيتوا الجو كله على الاخر. بس على فكرة مش احنا الوحيدين المسؤولين عن تعكير الجو كده، انت كمان تعتبر مسؤول. انا ازاي مسؤول عن كده يعني؟ لان انت عمال بتضرب ناس بريئة، واللي انت بتعمله ده يخليهم يكونوا مجرمين لما بتقدم فينا بلاغات كاذبة. هقول لك ايه، هو انت ليك حد في حقوق الانسان ولا حاجة علشان تقول الخطبة دي؟ يا هابو خلينا بس نطلع من هنا الاول، واحنا بنوعدك اننا مش هنعمل اي حاجة تضايقك. بتقول ايه؟ بصلي، هو انت بتقول اي كلام ولا ايه؟ خد بالك بقى، انا لو اتعصبت عليك هديك الدرجة التالتة من الضيب، يعني هجيب بيميل زيت مغلي هنا قدامكم، وبدل ما يبطكم من ايديكم هعلقكم فوق من السقف من رجليكم، وهطلعكم وانزلكم فيه بقى، وبعدين هغيق قياسكم فيه. فاهم كلامي ولا لا؟ يا فندم ثانية واحدة، يا فندم ثانية واحدة يا فندم. إيه ده؟ في إيه؟ إهدى يا فندم، إهدى يا فندم لو سمحت، ما تعملش فيهم أي حاجة، وإلا الشباب دول يضيعوا وهنزعل عليهم وهم في عز شبابهم. هو أنت بتديني محاضية يا منوهاي؟ ولا هم قايبك وأنا معيفش؟ ليه بتدافع عنهم؟ في الحقيقة يا فندم أنا بدافع عنك أنت، مش بدافع عنهم هم. بيدافع عنا؟ قصدك إيه؟ مش فاهم. أقصد إن التلات شباب دول ما عملوش أي حاجة، دول أبرياء، والمجرمين الحقيقيين خلاص اتمسكوا. إيه الكلام الفايغ اللي بتقوله ده؟ وأنت ما بتفهمش عربي؟ أنا آسف، أقصد أقول إن أنت لو عملت فيهم حاجة هتعمل لنفسك مشاكل كتير أنت في غنى عنها. ده بجد؟ طب وهنعمل إيه معاهم دلوقتي؟ تتأسف لهم. أنا أقصد يا فندم إن حضرتك لازم تسيبهم يمشوا فورا. هو أنت بتديني أمي؟ هو أنت المسؤول هنا ولا إيه؟ آسف يا فندم.